في احساس تحت بقالهم ثلاث ساعات يعني راجل واقفه مع جنب جيلبيري يعني ثلاث ساعات تحت في الضرب. لا وكلامها في الجون جون من هذه اللحظه فعلا. قد بدات حياتي. لا انت ما شفتي الوش بس عطاها لورا من هذه اللحظه يا نسمه الاغنيه بتبدا من هذه اللحظه قد بدات حياتي. ضربتها كده مرتين وبتاع بعد كده قلت له يلا افرحوا بيها بقى من هذه اللحظه قد بدات حياتي. كريستين تقول لي لا بس انا شايفه انت وجيلبيري اللي المفروض تغنوا او بجانبك في التركه بتاعتي سيعيشها بجانبك. انت اسمع اتفرج على وش جيلبيري وكريستين بتقول بصراحه انا شايفه ان انت ونسمه اللي المفروض تغنوها لان يعني هم عايزين يعملوا يعني ومش هو عارف ايه وبتاع. هو قاعد باصص كده هو ده الكلام المظبوط. قلت لها حبيبه قلبي جيلبير عايز يغنيها معاكي يعني خلنا الزمن ده فقلت لا ومش عارف هو عبد السلام قالها امبارح فقلت له يعني بصراحه يعني مسكنا يا جماعه واضح من عينيه يعني خلي وقفني الوقفه السودا دي. انا واقف انا وجيلبير تروحي تصحى من النوم تكتري وتبوس وهاي وهاي وتكلموا دلوقتي بقى انا واقف انا هو تقول لي هاي عبد السلام وتمشي. قعدت انا قلت له اه شو ما كنت معك من اول على بعض يعني بدات بقول له بيقول لي قبل كده كانت تصحى من النوم هاي هاي ويجروا ياخدوا الاشتيانو ويتغدوا بتاع وانا ولا كاني موجود. دلوقتي تصحى تقول لي هاي عبد السلام وهو قاعد جنبي وتروح عند المطبخ يا ده الحركات تبع البنات. قلت له بنات قلت له بنات قال لي يعني قلت له بنات يعني بيتقالوا يا عم بيلعبوا ايوه قال لي اه بيلعبوا لعبة بتحبيني ولا ما بتحبنيش بتحبيني لا اشك ايوه بالظبط ايوه وحياة امي دي لعبة يعني. هو انتوا بصراحة لازم يتنفضوا وصراحة انتوا كمان يعني انتوا بصراحة لازم تتسابوا لغاية خلاص وبعدين تيجي في وقتها لكن من توضح تشوفوا نفسكم بقى وتبقى ليلة تبقى سنة سودة على الولد يعني الحياة مش كده يعني الحياة حلوة يعني بس انتوا بقى تفرحوا بنفسكم وبتاع محبش انا الجو سابوا لغاية لما تبقوا هتموتوا تتكلموا في الثانية 10 مرات 10 طب في ايه طيب هو مش في ايه ما فيش خلاص باي كده هو ده مظبوط هو ده لكن يطلع يروح حاطط وقايل اهو شوفي اللي هيقرا فيه دلوقتي وقول له يا قلب نفض والواد يروح وانا عماله بقول مش معقول عماله اقول له من الصبح خلاص يا جيلبير يعني العب نفس لعبتها يوم الفيسبوك لما طلعت صوره رحت انا قام قاعد لا مش معقول الكومنت كذا 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 قاعد يتكلم وبعدين كل شيء يقول لي مش هو بصي هو اي دونت وان تو بوش ذا سيرفن اللي هو انا لازم ابطل كلام لازم ابطل كلام قلت له مش كده عشان صغننه جدا يعني غريبه كده نقطه سودا كده ماشي يا في حشرات يا ساره مش راح اتحاج بشي لا الله يلعن الله يلعن بي الغربة شو عملت بحالي ايه ليلة هموت بقى اشوف الروبرتاج اللي حطوه بقى قالك فيه روبرتاج عن الحب في الاكاديمي ده يكونوا حطوني فيه دوني بالانش ولا حاجة عملوا حوار في حوار بقى يخنقني قوي على فكرة ايه وحش ان يعني الاغنية بتنزل لمين؟ لا مش موضوع لمين احنا قلنا نسمه كله معروف مش موضوع لمين سيبك ايه هي الاغنيه لو نازله لحد على طول مش فارقه معايا بس ما هو لازم تكرر مش بيضايقني من الاغاني ولا من الاساتذه من الناس بيضايقني من الناس ان كل واحد بيقول الاغنيه دي بتاعت شايفين انت مالك انت عادي يعني. اكيد انا اللي كان بيضايقني اكتر اكيد اغنيه صار انه اكيد اغنيه تغني ازاي فريم في شيء قال لي المفروض كنت اغنيها بتضايق جدا قلت له ليه بقى ان شاء الله المفروض تغني ليه بقى يعني بتقعد تصنف الاغاني هي على مزاجها طب خلاص ما اطلع اقعد يعني ما اطلعش اجرب خلاص بقى ما دام هي اغنيه ساره واغنيه اميمه في حاجات باينه يعني مروم اول لما نزلت قالوا ان هي بنت كلنا قلنا اميمه ما ماشي يعني. ماشي ماشي لان هي بغني خليجي الوحيده لا انا بتضايق بصراحه يعني بتضايقني سيبك مروم ولا مش مروم في حاجات بتبقى واضحه من الاول يعني قال لي الاغنيه بتبقى ريه انا عارفه ان انا الري بتخنقني فكده كده مش هغني فيها مش فارقه فاهم قصدي انما لما ابقى قاعده اكيد اكيد دي اغنيه اختي اللي مش فاهم مزيكا اكيد اللي مش فاهم مزيكا ويسمع نسمه بتقول اللي يقول بقى عش
ويسمعها بعدين مش عارفه تقول الرأي. عارفه فاكره لما اميمه كنت بتغنوا عايز الشموع دي اميمه هي بتاعتنا اسرار وسار ونسمه مش عارفه. طب ليه صحيح يا ماما ومع ان نسمه تفتح تروفس لا كيف ايه اللي كيف عشان في صوتين هلا اميمه بتجيب اعلى مني ومنك بتجيب في الطبيعي في الصدر يا ماما في العادي انا ما فاهمه هاي صوت صدرها يعني لما تحس ان انا مش فاهم برضه صح هو ومن منين بتجيبي مصطلح اللي هي عاليه الاغنيه عليكي لان انت عايزه تجيبيها بصوت صدر ومش عارفه انما لو قلبتي راسها تجيبيها وتجيبي اعلى من ابوها كمان طبيعي فاهم قصدي يعني انا كل الاغاني عاليه عليا لو استخدمت صوت راس ما اجيبها كلها هتفرق ايه فاهم قصدي يعني انا الاغنيه السوداء اللي تحتي دي لو بقيت دو اجيبها اه صح انما قالت لي انت تجيب لغايه الريفو طب انا مش عارف اجيبها ريفو اه قالت لي ما تجيبش غير بس اللي عجبني تحت بقى اللات الكبسه اللي كبستها قالت لي ما تجيبش غير الله قال لي فوق هتقلبي صوت راس قلت له اه بجد دخلت فاجئته علشان انا عارفه هو عارف ان انا عند دو دياز بتقلب بتيجي باختناق يعني دخلت صعقتهم بس اللي هتقلبي صوت راس جبت الري وما قلبتش صوت راس وبصيت له في عينك دخلت صعقتهم صعقتهم يا عشان تعرف بس جبتها ما كانوش شايفين ايدي تحت العباءه مش هغني الاغنيه بس جبتها يعني عارف ده بالنسبه لي انجاز مش كنت في ليفل بعمل كده ان شاء الله ما غنيتها في اول في الاول اول لما بدانا إيه لما انت غنيتي ده هي الحياه وانا هي الحياه كده ليه كده صوت تحت وبعدين بدانا فمشيت شوف عشان تعرف بس اللي يمشي ورا نسمه قلت بس انا نومينيه وش عشان تعرف اول نومينيه قلت لي هنعمل مسول نزلت تحت جبت لك السول لا لا حاجه اجيبها لا اجيب ايه ده اجيب لا يا ميدو لا جيب دوت على غني يا ابني يا ابني مش معقول معلش بس شوف 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 الفن وصل لحد فين انا اضرب اي نوته تطلع هي السول اتبسطت جدا استمعنا ان الاغنيه اللي بعديها تبقى يعني لا يعني بقى سول فرق نص على لا غنيته ان هم شافوا انه يعني الصوت كويس في المنطقه دي يعني شغال يتغني ما كانوش طلعوني برام اتبسطت يعني ان انا حسيت اني عملت حاجه جديده برافو والله بجد اخش الايفال ده اجيب لهم بقى من اول السول تحت لحد السول فوق خلاص مفيش تاريخ يا جدعان هدبنا انا ما بدي عليك انا لا ما
ايوه ازاي بعمل مع الدبدوب كده يعني كده فاهمه يعني دي تبقى مخده كده وفي مخده هنا وكنت بنام عادي زي الدبدوب من شهور قليله كده بدات اتشقلب بقى يعني ابقى نايم في بطانيتين فوقيه اصحى الاقي بطانيتين تحت لا انا وانا على بال بس مش بعمل ده ازاي وانا نايم انا فتره اللي انا لسه داخله السرير فيها بتقلب كتير قوي اول ما اروح في النوم بفضل في نفس المكان ما عنديش اي مشكله ولما اجي اتقلب اصحى تخيل يعني مش بتقلب وانا نايمه أنا اصحى واخد بالي ان انا بتقلب وعد للغطا واظبطه وحياه ربنا من غير ما احس سريري وحشني سريري الاقي الكمبيوتر كده في الوش لا مش فارقه وحشني مرايه دولاب انا الناس اللي وحشتني ناس كتير بيتنا كده انزل الاقي الشارع العيال بيلعبوا في الحاره بيشتموا بعض بكل الشتايم الممكنه يعني حياه ننزل نروح الاستوديو كده ونقعد نجاي يا قلبي لا نجايم ايه انا انزل اروح على القهوه على طول بصي أنا في بصي القهوة احنا ليه؟ بصي احنا 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 انا ساكن انا الوحيد يعني انا اللي ساكن كلهم ساكنين في شارع واحد انا الشارع اللي وراهم يعني الشارع بتاعهم ده انا اخش شمال في شمال الاقي بيتنا على طول فانا انزل كده 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 من اول الشارع من وانا انا صفرتي رهيبه لو خمسة على الله انزل ياض ينع انزل ياض قول يا احمد انت مسافر على الشارع ليه يا احمد قول لهم عشان عقبال لما اجي تحت تبقوا طلعتوا تعملها ازاي جوه صوتي كده سوي مجرى مش كده لا كده سيبي حته فاكر الاغنيه بتاعت كذاب مغرور مش راضي مش بيحبنا عارف ليه مش راضي تقريبا عشان الفراغ اللي ده يا بنتي دي اصلا من تحت من دول اللي بيجننوني بقى اللي بيسافروا كده بيجننوني هم طبعا بيعملوها ازاي كده ايه اللي بيسالوني دي سهله دي كلها دي بقى دي اقوى حاجه اصلا انت تعرفي على صفاره في الدنيا واقف صف كده في الله عندي واحد صاحبي صوته عادي جدا ها نسمع ما بيغنيش ولا بيعمل حاجه والاغنيه الاغنيه زي ما هي بالظبط كده صفاره كده بالظبط يغنيش ولا بيعمل حاجه تلاقي الاغنيه فيها جواب رهيب صفاره اغنيه بالظبط الاغنيه كلها من الاول للاخر صفاره وانا جنبه اقول يا دول زينة ليك اغنيه كامله بمردات بكمانجات لا الاغنيه الميلودي كله صفر كله انا امبارح كنت بعمل كده سمعتني وبعدين في الاخر خالص حطيت المايك ما عملتش غير قلت له والجاريه ودي والمايك الجاريه الصوت ما تهزش والدانسر عماله تشد في ايدي وانا انا قلت لك